من المدينة القديمة بالدار البيضاء، حالة من الحالات التي صراحة يعجز اللسان عن التعبير، حالة وكأننا في العصور الوسطى، يعني وسط المدينة القديمة والمدينة بحجم الدار البيضاء، يعني تجد أسرة تعيش في هذه الظروف المزرية. صراحة الصورة أبلغ من كل تعليق. تابعوا معنا هذه القصة لأنها قصة صراحة. لاحظوا هذه الأسرة التي تعيش أكثر من 34 سنة داخل هاد، أنا غنحسبو كهف صراحة. هانتوما كما كتلاحظوا معنا هذا هو المدخل، هذا هو. لاشي أنا راجع لك الشريف، أنا راجع لك. لاحظوا معنا مدينة الدار البيضاء، نتحدث عن العصرانة، نتحدث عن الحداثة، نتحدث عن العولمة، نتحدث عن العديد من الأمور. لكن للأسف عندما تجد أسرة تعيش في هذه الظروف المزرية، لاحظوا معنا السقف، لاحظوا معنا سقف هذه، أو يعني رغم الظروف القاسية، ولكن الجميل في الأمر هو هذا السيد هذا مولوع بالقراءة، مولوع بقراءة الكتب القديمة باللغتين العربية والفرنسية، الشيء مقدس. لاحظوا أنتم كنتمنى أنكم تلاحظوا معنا، لاحظوا هاد، لاحظوا ديانات طبيعة الحال كتبقى الدو، لاحظوا معنا معايا، لاحظوا معايا أنتم، يعني لاحظوا معنا الحالة وشنا المعيشة اللي أنت كتعيش فيها. الحمد لله، الحمد لله، أكيد الحمد لله على كل حال. غير حنا بغينا باش هاد القصة ديالك بغينا نشاركوها مع خوتك المغاربة. أيوه ياك؟ نعم. باش يعرفوا بأنه راه كما كاين الغنى كاين الفقر. بصح. وفي في كاين الشبع كاين الجوع. نعم. سي الزين. نعم. بغيناك تعاود لينا على القصة ديالك أنت، كيفاش الظروف تا وليتي أنت ساكن هنا، عاود لينا أشنو 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 واقع لك، أشنو شارك مع شارك القصة ديالك مع خوتك المغاربة. كنا ساكنين في درب الخليفة أبو القاسم. والدار قديمة ربت عنا، لا ربت عنا، داونا للسكويلة، جينا للسكويلة سيدي، بقينا باركين، تعطونا داكشي ديال الإفادة، سكنوهم عليه، المرأة والولاد، أنا جيت لهنا، أنا هنا كان الوليد ديالي والعائلة وداكشي، المهم جيت، بركت، بقيت هنا. شكون اللي عطاني المحل؟ اليهود حاشاك، هما اللي عطوني المحل، كبرك، تيعاونوني في أي حاجة مسكين يعاونوني، يجيو هادو يهود مغاربة، يهود مغاربة، الحمد لله، الحمد لله، قلت والله الحمد لله، تيعاونوني بس ما قسم الله، الحمد لله، هذا رابط شي حاجة ولا اسمو، تيجيو يصاوبو ويصلحو، وأنا قاعد، وهذا هو حال الدنيا. هذا هو حال الدنيا، ما عند بنادم، واش بنادم غادي يهرب من لا لازم. عاود لينا السي الزين، عاود لينا على الشباب ديالك، على كيفاش تزوجتي، كيفاش الظروف. والشباب ديالي اش نقول لك؟ كنت عايش بحال الامير، كنت باخر وعلى خير. كان عندي ثلاثة طوموبيلات في 1970، كنت خدام بخير، بدرج ولا مزيان ديال العمالة، كنت بخير، كانت الوالدة، كان الوالد، اللي مرضات لي الوالدة. مرض باش نقول لك لا يرتها له، بقيت مقابله بها وداوي بها وصال، توفات الوالده، توفى الوالد، خرجت من الخدمه، وليت انا هنا انا هنا انا هنا هنا، كان خويا الله يرحمه مسكين يدير داك الشيء بالنحاس، جيت بقيت معاه بقيت معاه بقيت معاه، توفى خويا بقيت انا هنا. تيجيو اليهود فينا السي عبد القادر، توفى شكون كاين خو، بقيت اسيدي هادي هي الحياة. شحال وانت هنا سي الزين؟ وانا بوحدي راه جاي 40 عام. 40 عام وانت هنا؟ وياه في هاد الظروف هادي؟ في هاد الظروف هادو اللي تتشوف 40 سنة ومريض. شحال عندك ديال الوليدات سي الزين؟ عندي اسيدي خمسة ديال الولاد. خمسة؟ خمسة. واش بنات؟ كاينة مريم. كاينة مريم، كاينة فاطمة، كاينه خديجه، كاينه يسرى، كاين يوسف. وكي دايرين هاد الوليدات؟ واش معاونينك على الزمان؟ اشنو؟ ولا معاون على راسهم؟ لا واش ما خدامينش؟
ما خدامينش. يعني هما مساكن ما خدامينش. ما خدامينش. يعني علاش؟ زعما الدار فيا اللي حنا فيها دابا. علاش نقول لك هذا هو اللي كاين. هذا هو. إلا أقسم لك بالله. خيرك. إلا فطرنا هنا هنا، إلا فطرنا هنا غدا على الله، ولا تغدينا العشاء على الله. والله ما لك الحمد. لأن رزق الله إلى ما كان بالنا، هذا هو حال الدنيا. ياك؟ هذا هو حال الدنيا، ما تنادي شنو يدير. كما قالها، قالك أكرم عزيز قوم. قوم دل. أدل. هادشي اللي في قلبي. الحمد لله ما كاينش مدلول ان شاء الله، ما غاديش تكون مدلول. نقول لك سبحان ربي العظيم، اليقين ديالي كله في الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. هذا هو. ونعم بالله. هذا واحد الدنيا اش نقول لك. سي الزين. نعم سي. صراحة ما عرفناش كيفاش واش نصبروك انت ولا نصبروا روسنا، ما عرف والله ما عرفنا بالله. هذاك الشيء ديز. الحمد لله. هيا بنتي اللي دويت لك عليها يا حاملة. حلي سي زين. شنو المتطلبات ديالك؟ شنو بغيتي انت؟ واش بغيتي؟ الى في الاستطاعة ديال الاخوان المسلمين اللي يحن فيهم المسكين يصلحوا لي هذا الشيء ويعاونوا. هادشي اللي كاين اولي باش نقول لك. سمعتي؟ وزيد يا فهمتي، صحوا لينا هادشي ويعاونونا. هادشي اللي كاين. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله غادي تكون الامور مزيانه ان شاء الله. هادشي اسيدي غتكون الامور مزيانه. هاي حامله ها البنيه ها الدري تفيق الصباح خصها تخرج لا يهبط السقف. ايوا لا هبط السقف فينا نولوا سيدي محمد. يعني كاين خوف انه مثلا رغم انه ماشي بني ما كاينش بني. لاباس الحمد لله. ايوا هذا هو حل. كنت في الدار. بلاش تقطع. تسالي الراجل العزيز. رزاق الله. لا شكون اللي يدوي هذه زيدي زيدي خرق الله زيدي. زيدي ما نقدرش معاه. انا دويت عليها فهد. انا دويت عليها قلت لي كاينه بنتي حامله وعندها وليدات واش كاين وبارك هذاك الله يرحم عليها هذا الشيء. زيدي يسرى. شفتي ما داروا لي والو وعاز ولا ما داروا لي والو. يسرى السيد جاي معاك. اكيد وين السيد راه وري جاي. السيد السيد في ما بيصير. كيما دوينا احنا هاد السيد دي السبب كبار. دي السبب. ما واحد سي الزين. نعم سيدي. صراحة حنا دابا دخلنا شفنا الظروف اللي أنت كتعيش فيها بطبيعة الحال. أول حاجة راه كما قلتي أنت قلتي الحمد لله. اللهم الحمد لله. غير هو حنا بالنسبة لنا حنا صراحة هاد الظروف ما كنشوفها غير في شي دول اللي دول ديال العالم الثالث كما كنقولوا. ما كايناش دقيقة. كلشي صور. دابا هاد السيد عايش هنايا. وتيضل هنايا. ولكن هاد شي نهار يطيح عليه هاد الشيء، ولكن صحته تا هو مضروب فيها. عشان المحسنين ومن كاع السلطات خاصهم تعرف عليك هاد السيد وتشوف لحمو. حيت لحمو تا هو ما كاينش اللي يعاونو لا تحاليل لا تا حاجة. حيت هو خاصو يشوف صحته. اما حنا حطنا راه ام الامل عيد الامل. حنا مقتولين في الشوف في البرد وكل شيء وكنت نتمناو. يعني كنشوفك دابا انت حامله دابا. انا حامله دابا. دابا عندي جوج وليدات وكنسالو با كنسالو با في هاد الحالات وكنسال اخي اختي كنسال اختي كاينه هي وراجلها. ولكن ما تصب الشر عذبين قرفسين شكون يعاوننا دابا. انا اسمك الله بعدا يسرى. يسرى. انا يسرى اختي. انا شفت الظروف صراحه. انا شفت الظروف وتا المشاهدين راه وريناهم الظروف. يعني حيت ملي كيكون لايف
كيكون مباشر. انا تنتمنى سمعني. مرحبا. انا درت شفت تيفي ولكن لا ما تسميش. اسمعي سمعني، درت ولكن ماشي شي درتي منبر. دابا درت منبر، درتي منبر وجات لسيدنا النداءات وبزاف، ولكن بلا ما تتعاونش معك السوء. شوفي كاينش اللي عيط لك تيخلى لك الاداب، انت ما تراجل ماشي شي وحده يسرى، ماشي تبان لي وجهك من داركم. انا معاك. سمعني يسرى، سمعني يسرى، الله يرضي عليك. شي هاد الوقت اللي حنا فيه ولا اي وقت فيما مشيتي كاين الخير وكاين الزوين، ياك؟ حنا ما نقولوش كاين الشر كل عند كلشي، وما نقولوش كاين الخير عند كلشي. سمعيني اش نقول لك، غير داكشي كيبقى مسألة اخلاق. اللي عنده اخلاق راه عنده، واللي ما عندوش راه واخا. فهمتيني اش بغيت نقول لك انا؟ دابا انت غير دابا النداء ديالك، حيت علاش ما عرفتيش الخير فين كاين؟ قال لك الله سبحانه وضع سره في اضعف خلقه. نقدروا نكونوا حنا هما دوك اضعف خلقوا اللي غادي نوصلوا ديك المعاناه ديال في طبيعه الحال. حنا الحمد لله المشاهدين ديالنا كنثيقوا فيهم، حيت سجلنا مع حالات والحمد لله تعاونوا معاهم، عندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى. غير دابا انت وصلي الصوره، الصوره حنا الصوره وريناها لهم. غير انت المعاناه ديالك اللي كتحسيها عاوديها. انا المعاناه ديالي تقهرت. انا باش نقول انا حتى الناس في الشام في البرد الاوضاع شتي الحاله كديره شتها، ما كاينش اللي يعاوننا في الشهر المقدم، ما كاينش ما كاين حتى واحد. فهمتي هذا مريض مرة تلع الكروب مرة ما كاينش. حتى تدخل السورة يا السيدة تقول لي انا طلقة مجهولات طلقت حاملة، ما كاينش با، ما عندوش خوتي ما عندوش. وزيد وزيد مشاكل اخويا عايشين فيها، وتا دابا خويا تا هو مشدود. وزيد ما كاينش المساعدة. يعني فقدتي الامل؟ انا فقد الامل بشحال. شوف انا خرجت، انا طلعت في قرايتي جوز صغيره، شفتي شو انا دابا عندي 23 عام، جوج ولاد قدو الساحل، راه باش تقول صبر. انا دابا طلقت ولا حامل، شكون يعاوني؟ با يعاوني؟ دابا كاينش اللي يساعدنا كاع. طبعا في راجل كبير هو مريض، قول ليه تعرالي في تيوب. شتو مسكين شتو؟ عندو الكبدة مريضة عليه، واش غنطبع فيه؟ قول الله راه قولي عطيني حشومة كاع. يسرى يسرى دابا عاودي لي كيفاش كتعيشوا الحياة اليومية ديالكم هنا؟ حياتي يومية خويا نار العندلة. أنا حيت بنت وليا بحال في شي كاف، أنا بنت وليا بحال في شي كاف. أنا سمرانين. بنت وليا بحال في شي كاف أختي يسرى. أيا تعاود لك السيدة كيفاش عايشة. أنا معاهم ياك. السيدة تشوف وليداتها تلبسهم ليها تيوكلهم. هذه شهادة ديال الجارة ديالهم، هذه شهادة ديال الجارة ديالهم اللي كاينة ورايا الآن. أنا ما يعني بطبيعة الحال حنا ما كنبينوش، واحد ما بغاش يبان. هذه شهادة ديال الجارة ديالهم. يسرى أختي كوني على يقين، شوفي بان الحمد لله كاين الخير، كاين الخير الحمد لله، كاين الخير ماشي ما كاينش الخير. غير دابا انت كما قلنا شركي وبارطاجي هاد القصه ديالك مع خوتك المغاربه، وكوني على يقين بان غادي يكون خير. وتفكري هاد الهضره اللي قلت لك من هاد المنبر ديال قناه نيوز، تفكر هاد الكلمه اللي قلت لك ان شاء الله. المعاناه ديالك حنا كنسولناك على المعاناه ديالك اليوميه كتعيشيها هنا. انا ماشي نقول لك المعاناه تعاود لك هاد السيده. نار عندي نار ما عنديش، ما نلقاش خبزه بعض المرات نوكلها لولادي. عيطي تعاوني لك السيده تجيب لي قسم الله اختها اختها الاخرى. هما النهار اللي كان فيه الوجه انا المدير تاع هو هذاك النهار كان فيه الوجه هما مساكن هزوني، جات اختي تاهي هزاتني. ما كاينش زعما انت المساعده بس زعما كبيره مسكينه تاهي ما عندهاش ما تقدرش. فهمتك اختي، وحنا معدبين على الشي العيشه خويا كي دايره. شفتها وريتها لخوتك المغاربه، وريتهم هاد العيشه. دابا اشنو كطلبي اختي يسرى انت؟ اشنو كتقولي؟ انا ما نكذبش عليك، نتمنى من واحد السيد عاوننا، وتنتمنى من سيدنا يشوف هاد سميتو هاد الظرفيه اللي عايشين فيها. وشوف لي من حالته با بعد انا ما انا مني حياتي انا من ناحيتي واحد النهار يجي واحد النهار ضروري هاد النهار يسال عليه الله. حتى با تا هو مريض صراحة، حتى خوتي ضايعين، كل واحد ضايع. ما عندناش اخويا المعيشة، واش شي خدام شي ما خدامش. كل عندي هاد اختي الصغيرة تشد 70 درهم، عندها هي مطلقة بوليداتها، كاع خوتي مطلقين. ما عندناش اخويا الساكن، الساكن ما كاينش. شفتو شافوه المغرب ضايعين، شافوه المغرب. وانا ما تجيش بكدا في سجلة، ما تجيش صاحبك تجي عندك الفلوس ديالك ما عندك الناس. انا يا عمري والو خويا ضايعين الدرجة والو. جلابة شوفي هذه جات على غفلة. جلابة شوفي من مضروبة انت انت ها هاي يعني هذه حتى ديك الجلابه اللي كتقولي عليها يعني هذه مباشره، يعني ما كان حيدو حتى حاجه، ما كنقصو حتى حاجه، داكشي مباشره من الناس للناس. عرفت لك اختي يسرى؟ شوفي ما تبكيش، دموعك غاليه على المغاربه ان شاء الله.
دابا اشنو كتطلبي اختي؟ انا قلت والله الناس من المحسنين اللي يعاونونا نزيد بهذا المحل باش نبقاو مجموعين، حيت اخويا انت شحال عايشين انتم انا موحدنا؟ اه باش عايش انا واختي وبا والوالده وخويا الصغير ما خدامش وليداتها حتى واحد. وعندك الوليدات اختي؟ اه عندي وليدات حتى واحد خويا الصغير حتى واحد. هاد الوليدات ثلاثه ولا جوج ياك؟ لا عندي ثلاثه ان شاء الله دابا الولد ان شاء الله. اه شنو هي ثلاثه الوليدات؟ مسكينه انا الناس ما عنديش ما عنديش شنو ولد فتيح حتى حاجه ما دايرها وشنو ولد الفاز لا والو ما عنديش. شحال تقريبا يكون عندك دابا انت ديال الحاجه؟ لا ولا دابا شهر جوج غتدخل في الجابل غاتجي تضري الوجع ما عنديش غاطلبوا لي حتى حالي لا غاليين ولكن الحمد لله ربي كبير ربي ما تيخليش بنادم لا إله إلا الله. كل واحد برزقه الحمد لله. لا تنتم لا بالمحسنين يعاونونا نصيبوا المحل، حنا ما بغينا كاع فلوس ولا حتى حاجه، ولا المحسنين يجي يشوفوا نصيبوا المحل. بغيتوا تسترو. ولا نسترو. حنا ما طالعينش وسخ الدنيا، بغينا نسترو وبغينا نشوفوا من هذا الراجل ومن الوالده ومن خوتي. انا ما باغا حتى حاجه، باغا نصيب ليها محل باش نحط النار ندخل نلقى ولادي في امان، دابا ولادي تندخل تمشي عند خالتي تجلس عندها، خالتي دابا جات توكلني، وهاد السيده هادي تسمع من سخيره. اش دير حنا راه طلب اخويا تلقاهم ميتين انا وليت الناس اخويا الشخص يعني ناعسه وخايفه اختي انا طاح العود الزرقاء قلت لي ولادي اه وليدات صغيرين يعني الشوم الشوم شحال في عمرهم هاد الوليدات هادي عندي ولدي دابا يلاه طالع في ثلاث سنين في اربع سنين بنتي يلاه طالعه في ثلاث سنين اه ذكرت باقي يلاه تزاد واخا اخر نداء ديالك اخوك اخر نداء تنتمنى من المحسنين ومن جنة الملك يشوف هاد انا سميتو كهف سمحي لي على هذا العنوان لا راه كهف شوف هاد العيشه اسمع عظيم صوره الكهف شوف هاد العيشه وحل من جهتنا حنا ما عندناش وتنتمنى من الملك ديالنا الله يطول عمره نتمنى له الصحه والسلامه والشفاء ان شاء الله وطول العمر هذا هو خلاصه القول اخويا اذا صراحه كيعجز اللسان عن التعبير في بعض الاحيان وفي بعض الحالات منهم هذه الحاله ديال يسرى وديال العائله ديالها ديال الاب ديالها اللي كما شفتوا معنا في بدايه الفيديو راه وريناكم العيشه هاد الناس فين عايشين حتى شي حاجه ما حنا ما كنديروش المونتاج ما كنخدموش المقص حنا داكشي عندنا المباشر باش علاش باش كتكون من الناس الى الناس ما كاينش كتدخل المونتاج عاد تقال لا داكشي مباشره والمباشر راه ورانا الحياه والمعيشه اللي كتعيشها العائله ديال يسرى هي وليداتها يلا فاكيد الامل في الله كبير الحمد لله والامل كذلك من بعد الله كاين في المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يسرى انا سميتها وبهذا العنوان سميتها يعني اسره تعيش في كهف لانه كهف انا شفتو كهف بكل ما تحمل كلمه من معنى